لم تسكت البنادق هنا منذ زمن بعيد، فما إن تتوقف حتى تبدأ من جديد في دورة احتراب مستمرة. أذكى نيرانخ المخلوع صالح طيلة حكمه، أو هكذا أرادت السلطة العميقة الانتقام من الجغرافيا كما يقال، وصولا إلى محاولة إغراق هذه المحافظة بالميليشيات الانقلابية التي خاضت معها حروبا مبكرة منذ ما قبل نكبة أيلول سبتمبر 2014، وما أحدثته من اجتياح المدن وابتلاع مؤسسات الدولة. تحديدا عام 2009 نزلت ميليشيات الحوثي للجوف، أول محافظة تنزل لها ميليشيات الحوثي، وبدأوا الحرب مع أصحاب محافظة الجوف. إنها الميليشيا أوقفت حركة الحياة في هذه المدينة، كما هو حال الكثير من المدن اليمنية التي لم يكن أمام أبنائها سوى مناخضة هذا المشروع الذي أهلك الحرث والنسل. فكان أن ارتفعت أصوات وهتافات المقاومة في وجه الجائحة حتى تحررت هذه المدن وعادت الحياة إلى وضعها الطبيعي ما قبل الحرب. لم يبقى من في هذه المحافظة ومدينة الحزم بالأخص سوى نوعين من المخلوقات، المخلوقات الحوثية والكلاب فقط. ثم جاءت بعدها أيام، يعني بعد 6 أشهر أو 7 أشهر جاء التحرير وجاء الخير إلى هذه المحافظة، عادت الحياة كما ترى. هي الحياة عادت إلى هذه المناطق من محافظة الجوف بعد تحريرها من الميليشيا، لكن أصوات المقاومة والجيش لم تتوقف عند هذا القدر من التحرير، فلا تزال هتافات استكمال تحرير المحافظة من الميليشيات الانقلابية مستمرة، باعتبار ذلك هدفا لا تراجع عن تحقيقه وإن كان الثمن باهظا حد قولهم. قدمت الجوف من خيار شبابها وأبطالها من الميادين، يعني قدمت المئات الشهداء والجرحى ولا زالت تقدم حتى اليوم. بين المقاومة والتحرير وعودة الحياة تتعافى الجوف من ورم الميليشيا يوما بعد آخر، وفي سبيل الجمهورية يواصل أبناؤها الذين صاروا ضمن تكوينات الجيش الوطني نضالاتهم وتضحياتهم لاستعادة الدولة وتحرير ما تبقى من أراضي البلاد من جائحة الميليشيا. بعد أوام من الحرب والنزوح الجماعي هاكي الحياة تعود مجددا إلى مدينة الحزم، ومعها تتعالى أصوات الحركة الطبيعية الواقع أكثر استقرارا، لا سيما بعد سيطرة الشرعية على أجزاء واسعة من المحافظة. علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.